عبد الرزاق موطيع، انا كحارس ديال سوق البركه من 2018 حتى 2024. جات واحد الجمعيه الحامله للمشروع حاطه العماله ديال العماله عين سبع الحي محمدي، وشات خدمت هنا. دخلت نهار 25 في شهر 12، خدمنا معاه مده ديال 6 شهور، والسيده خرجتنا بلا عيد، خلصتنا في شهرين واربع شهور داتها لينا، خرجتنا بلا عيد بلا والو. نهار عيد اضحى كنذبحوا للناس، تلاقينا مع السيد الوالي الله يطولنا في عمرو في المدينه في شارع المقاومه، استقبلنا هضر معانا وتهلا فينا انا والسيد اللي معايا اللي اساس معايا، وعطى التعليمات ديالو السيد عامل مقاطعه عين سبع الحي محمدي. والسيد العامل دار خدمته، عيط للسيد الباشا، والسيد الباشا استدعى رئيس الجمعيه ديال السوق الاصيل، مشينا عنده نهار 21 في شهر 6 واستقبلنا هو والقائد ديال الملحقه ديال السماره، وعاودنا ليه الامر كيفاش وعطينا الاوراق ديال الخلاص. حيت انا كنت مكلف بالعسه ديال الليل وبالاستخلاصات. السيده جا مع 3.5 مليون و 16400 من غير الناس اللي كانوا تيخلصوها في واحد الروجيستر اخر مدياه مع المركز ديال الايواء اللي في درب مولاي الشريف. هاد السيده ملي استدعى السيد الباشا قال لها شوفي فين هما الفلوس، قالت لها الناس راه خلصوني في شهرين وخلصتهم وهادي، وبدات تدخل تخرج في الهضره. هاد السيده سيدي دارت مع الباشا قال لها اعطيهم واحد 1500 درهم للواحد باش يدير بانيو في هاد العواج باش يفرحوا ولادهم، راه تخرجتيهم بلا عيد. درت معاه نهار 27 في شهر 6 بالخميس، احنا دابا ولينا 10 في شهر 7. هاد السيده ما عطاتناش الخلاص ديالنا، ما تعاملت معنا، ما حشاتو لينا، ما دارت بالاوامر ديال السيد الباشا، ما تسوقاتش ليه وما تسوقات للعامل لا والو. هاد السيده بغا نعرفوا شكون يحاميها، واش عندها شي نفوذ في العماله حامينها، عندها شي وحدين في الجامعه حامينها، عندها شي منظمه تابعه لها حامياها، عندها شي وحده حاميه في شي جمعيه كبر منها. هادشي بغا نطلبوا دابا تناشد السيد الوالي مهيدي الله يطولنا في عمرو اللي عطى التعليمات ديالو للسيد العامل باش هاد السيده تعطينا رزقنا. حنا تنطالبوا برزقنا، حنا ما تنقولوا من السوق لا ما خدام لا والو لا مريب لا والو، حنا تنطالبوا برزقنا، بغينا رزقنا تعطيه لينا انا والسيد اللي معايا. وهاد الناس راه بغا يديروا واحد الجمعيه من السوق حامله للمشروع باش دير لاباساسيون معاها. هاد الناس ما راه باغي ينتقموا منك، كنجريو عليكم والله بقيتوا ضربتوا الضربه، وحنا عارفين السلطه شادين السوق هنا، والصحافه عارفين في هاد السوق، والامن كلشي عارفنا في هاد السوق، وحنا عارفين الطايره والناس اللي في هاد السوق، عارفين الناس اللي ميتين واللي حيين واللي مبيوعين واللي مسدودين واللي ما عندهمش الاوراق، عارفين اي حاجه. الخبايا السوق عارفه انا دينا في دماغي، انا كنت خدام مع الشركه الاولى، راه حشومه دينا رزقنا عرقنا، وحنا عندنا وليدات تابعنا كرا تابعنا موضوع، راه حشومه. السيده ما داتش بالاوامر ديال السيد الباشا، والسيد الباشا عطاك الاوامر قالك اعطيهم اعطيهم، ما تعاوديش مع الهضره، دبري عليهم تسل فيهم جيبو من اي بلاصه، راه حشومه. دابا تناشد السيد الوالي الله يجازيك بخير الله يطولنا في عمرك، وتنطلب من الناس يبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل السيد الوالي. والسيد الوالي راه عارفني، راه قال لي شكون انت سميت، قلت له موطيع، راه عارف السميد الموطيع، سميت موطيع راه معروفه في المغرب كامله، موطيع راه عرفني مسكين واستقبلني الله يطولنا في عمرو، خدام وعاجبنا الله يخلي ليه وليداته. بغينا منه التعليمات ديالو يعاود ياكد عليك الناس باش يدوا معاه باش يعطينا رزقنا. هاد السيده راه ولات يخافوا منها ولا ما عرفت، القايد قال لك غندوي معاه هذه الملحقه ديال دار الامان، ما دار معنا والو، جات عنده بقات معاه من ربعه للخمسه ما دارت والو، دخلت للسوق ما حشاتو لينا ما دوات معانا، دخلت تصور في الحوان ديال عباد الله، تتصور هادي هذاك البروتوكول وقت التمثيل. حنا كشر ما بغيناش، حنا بغينا رزقنا، يخدموا السوق ولا ما يخدموش يدبروا راسهم، هادشي اللي باغيين حنا، اللي تنطلبوا من السيد الوالي والسيد العامل ديال عين سبع الحي محمد.